أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة. وفي مداخلة له خلال افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية، أوضح الرئيس السيسي أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة، مشيرا إلى أنها لم تشهد في السابق أي تنمية. إن شبكة الطرق قبل أنا ما أجب أتولى المسؤولية كانت بتخدم يعني متخطط على 20-30 مليون، وعشان كده كانت مش ما بتلبيش لا تنمية ولا حركة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا تنمية ولا حركة. فاللي احنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكة تناسب ال 100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان. بس أنا هتوقف هنا عند حاجة و هتستغربوا قوي من الكلمه دي، بس تخيلوا انا بحمي جسر الترعه بالطريق، مش كده يا كامل؟ ايوه فندم. تخيلوا يا ساده يا مصريين ان احنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي ارض دوله معموله عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعه وما يترميش صرف في الترعه او في المصرف، لو انا مش كده يا دكتور مصطفى؟ أو مخلفات يعني. يوم اضطر إن أنا عشان أحمي الجسر ده أقول اللي أعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعت اللي هو جسر أرض دولة.